قالك حد لو ضاقت بيك يفتح لك قلب، قالك حد لو ضاقت بيك يفتح لك قلب، يبقى لك صحبة وأهل وبيت، ويناديك لو انت في يوم ضليت، ويشوفك لو على الخلق داريت، ويحسك رغم البين والبعد. قالك حد، قالك حلم من الأحلام، ما تسيبش سنينك للأوهام، دي الدنيا ما بين أفراح وألام، والشوك تسقيه يطرح لك ورد. قالك حد، الله على ناصر رشوان والمذيع الملحن العبقري أمير عبد المجيد، والأغنية الجميلة اللي غنتها ست أنغام. يا سلام على أنغام دي، شطارة ما بعدها شطارة في اختيار الكلمة. شوف الكلام دافي ازاي وحلو ازاي. قال لقالك حد لو ضاقت بيك يفتح لك قلب، يبقى لك صحب وأهل وبيت، يناديك لو انت في يوم ضليت، كل الصفات، ويشوفك لو على الخلق داريت، ويحسك رغم البين والبعد. قالك حلم من الأحلام، ما تسيبش سنينك للأوهام، للدنيا ما بين أفراح وألام، والشوك ده تسقيه يطرح لك ورد. يا سلام. ليه بقى؟ مساء الفل، أهلا بيكم. يا سلام، لقاءات بتاعتكم الحقيقة بتتعبني وبتسعدني. ده العذاب الحلو اللي هو ببقى مشغول أقول لكم إيه، لأنكم بتشوفوا بدقة وبتفتشوا جامد، يعني بتفكروني، وإن كنت أنا ما شفتش ده في شخصيا، إنما شفت الأم لما تيجي بنت تبقى حظها عسر وهتساعدنا في البيت، يبقى أول حاجة تتعمل يغسلوا رأسها كويس، ويقعدوا يفلوها بالفلاه بتاعت زمان دي عشان يضمنوا النظافه وحاجات زي كده. فانتوا بتفلوني، وهذه تفليه انا بقبلها وبسعد بيها جدا جدا جدا. يعني وانا نازل الصبح النهارده مراتي تحب توصلني للاسانسير. ايوه، ساكن في عماره فيها اسانسير، مفيش حاجه يعني. فتوصلني للاسانسير. يا مسكنا في عمارات فيها سلم، والسلم في الدور الثالث، ونطلع وننزل ونتعب من السلم وكل حاجه. الحياه كده، هي كده. الشوك من لما بتسقيه بجهدك وعرقك بيطرح لك ورد، هي الحياه كده. فقالت لي على فكره انت امبارح مع عمرو يسري غيرت اتجاه الحوار لاتجاه وحش، بتعيده باستمرار. واصحابي انا قلت لهم بالليل محمود عمل كذا، فقالوا لي ما تقوليلوش، بس انا هقول لك. قلت لها شاطره، انا احب دايما حد يصلح لي اخطائي عشان انا عارف ان انا بغلط، لكن ما بتابعهاش قوي يعني، الا اذا حصل حاجه زي كده. يعني قالت لي الحوار، انت الراجل كان هيكلم دكتور عمرو في سكه كويسه، انت رحت واخده في السكه التقليديه، ليه السكه اللي انا بتزعجني جدا، سكه الارهاق اللي نازل على الشباب باحلام وطموحات وبيوت واراضي ومش عارف ايه، والشاحل شمالي وشاحل جنوبي، الحاجات دي كلها بحس ان الشباب عليهم ارهاق ما احنا ما عشناهوش. كانت الحياه بالنسبه لنا في الحاجات دي محدوده جدا. كان اللي بيتعبنا هو انك انت تلاقي شغلانه وتشتغلها كويس، وكنا بنلاقي الشغل، واللي بيشتغل كويس بيعدي، ربنا بيساعده. بس بقى ايه، انا اخترت بقى الالك حد اللي جات في بالي. كان جالنا مره الدكتور محمد طه، دكتور نفسي وشاطر قوي قوي قوي، ومسك الاغنيه دي، مش عارف هي على اليوتيوب اكيد، لو هتلاقوها في باب الخلق. ايوه، كنا في باب الخلق، وعمل لها تحليل رائع. وانا كان من حسن حظي انه كنت مع ست انغام والاغنيه بتتعمل وحضرت يعني غناها على المسرح، كنا في الساحل، بس ما كانش اسمه الساحل كده، بس كان الساحل الشمالي. وكانت يمكن المره الاولى اللي دخلت فيها مارينا في حياتي، ويمكن كانت هم ثلاث مرات كل الحكايه. مره رحت مع انغام احضر الحفله ديت معاها يعني، وبعدين مره رحت اجرت بيت وعزمت اسرتي، عيلتي كلها، اخواتي وكده، وبعدين ما رحتش تاني. حلو، الحمد لله، لانه الحياه من غير الحد بتبقى يعني ملهاش حد، بتبقى كده يعني واسع الفاضي، يعني ملهاش طعم. ازاي بقى ناصر رشوان ده مؤلف بديع
ازاي بقى تلاقي لك حد لو دائت بيك؟ بص بقى يفتح لك قلب ويبقى لك صفات كتيرة جدا. مين فينا بيحافظ على الحكاية دي؟ برضو انا بستدعي كل ده بمناسبة رحيل صديق، هو المؤلف والكاتب الكبير وحيد حنا. ازاي الواحد يبقى عنده سعة لاستيعاب الصديق؟ ليه يبقى عندك سعة؟ لانه هو مهم جدا في الحياة، وبالتالي هو صديق. هو ممكن يبقى ام، ممكن يبقى اخ، ممكن يبقى اخت، ممكن يبقى اي حاجة يعني، غير ان هو ما تفتكرش انه صديق يعني حد صاحبه انت من بره الاسرة، لا، حد قريب منك. لانك انت لما بتفتقد الناس دول، يعني انا ساعات افكر كده اقول يا سلام، ايه اللي نفسك فيه يا محمود؟ انا ما نفسيش في حاجة ابدا، انا شبعت لحد ما امتلأت، يعني عايز طول الوقت اشرب سيفن اب وحاجات زي كده، عشان ايه؟ كل حاجة عملتها، كل حاجة الحمد لله، يعني عايز ايه؟ مش عايز حاجة، لا عايز حاجة. عايز الصاحب ده اللي هو انكمش. فعايز صاحب مين يعني؟ مثلا افتكر كده حد قال مثلا عم انت عايش في فيلا وبتاع، انا مش عايش في فيلا، بس سيبك يعني. بس هل لو انا رجعت بيتي المنيرة، الشقة بتاعت امي الاوضتين وصالة دي، وانا شقتي فوق، يعني صالونين كده او صالون واحد، يعني يعني اوضة 120، شقة 120، وبالمناخ ده بأحمد نازل اخويا وانا نازل اعدي على امي، خد الفيلا وهات لي ده، خد هات لي صباحيه امي وانا نازل، تقول لي تعالى ودعت، شربت القهوه ولا تشرب معايا قهوه؟ نشرب قهوه ونشرب سيجاره، هي تشرب سيجاره وانا اشرب سيجاره. ايوه امي كانت بتشرب سيجاره، وبعدين بطلت، وبعدين رجعت لما اخويا توفى، ونقعد ندق مع بعض. ايه القعده دي؟ هي دي اللي قالك حد لو دقت بيك يفتح لك قلب. القعدة دي تساوي الدنيا كلها، تساوي الدنيا كلها بإيه؟ بكل حاجة فيها. فعشان كده أنا بحب إن أنا أقول لحضراتكم إنه لازم الواحد يبقى عنده الحد ده. يعني أمي وقد غابت بالجسد، يعني عندي ناس تانية زيها، لا لا مفيش، بس بيحلوا الحكاية، بيجملوا الأشياء. لازم الواحد يبقى عنده صاحب ده، ولازم تبقى عندك درجة المرونة في علاقاتك بالناس، لأنه التصلب اللي فيه بعضنا إنه رأيه لازم صحابه يمشوا عليه، وإنه مش عارف يعمل إيه لازم مش عارف إيه، ومش عارف تعمل إيه مش عارف إيه. إذا ما كانش الصاحب تاخد وتدي معاه، إذا ما كانش الصاحب يبقى ونس حقيقي، ونس حقيقي يعني إيه؟ يعني مش لمبة، يعني حد بيعدلك كده ويعدلك كده، ولما تبقى شوك يسقيك فتطرح ورد، هو اللي بيعمل كده. عشان كده أنا ما قلت لحضراتكم، بعضكم علق على الحكاية دي، إن أنا فيا ورد وفيا شوك، الشوك من نفسي أكيد، والورد من الناس اللي عرفتهم. أوعى تفتكر إن أنت لما بتعرف حد قريب منك، زميلك في الشغل، زميلك في النادي، صاحبك في النادي، زميلك في الحارة، صاحبك في الحارة تقعد معه على القهوة، اللي بتفطر على عربية الفول وبيقف جنبك جارك ومش عارف ايه، بتتعلم منه من غير ما تحس. يقولك الشعوب ليها ثقافات، ثقافة الأكل، طب الأكل انت تتعلم تاكل ازاي؟ محدش فينا غالبا يعني في الطبقات الشعبية بيعلم ولاده ازاي ياكلوا، لكن الام الشاطره والاب الشاطر اللي يقفل بقك انت بتاكل يا عم شبيه كده، انما في يعني ما بيعملوش، لكن بنتعلم كل حاجه. دي الثقافه، هي دي ثقافه الناس، ده كله بتتعلمه اللي حواليك. لما بتيجي تنكر اللي اداهولك الناس، بيبقى انت عندك مشكله، لانك انت ما بتعرفش تستوعب حد، بقى بتحس ان انت اعلى من دول وافضل من دول واجمل من دول. وانا اتبسطت جدا لما كان معايا الدكتور يحيى الرخاوي، فقال لي في نهايه الحوار، قال لي جمله جميله جدا، قال لي انا بصلح اخطائي وبعالج نفسي. فقلت له طب ايه اللي اكتشفته اخيرا؟ قال لي اكتشفت ان انا كنت فاكر نفسي حاجه مهمه قوي، بقيت اتضح ان انا مش مهم خالص.
ما عنديش اي اهميه خالص، مفيش حاجه. ودي الحقيقه، انه الحقيقه ان الانسان، ودي مساله عايزين نبقى نتكلم فيها كتير، يعني هي مسائل مش فلسفيه ولكن مسائل معقده شويه. انت فين ومين، تعمل ايه وعايز ايه، وايه الحلو وايه الوحش؟ هل الحاجات بتبقى تايهه؟ الحلو والوحش بقى تايه؟ لا والله، يعني انا اتعلمت اللبس الحلو من خالي ومحمد اخويا كبير، مع انه هو بعد ما كبر واشتغل كده في الجيش وبتاع بقاش يهتم باللبس، وبقينا نضحك عليه على تأثر بواحد صاحبه ظابط كده وبتأثر بقى ليه اسلوب كده مش عارف يعني. لكن مثلا واتعلمت من خالي، اتعلمت من امي الكلام القليل، لانها مره، يا سلام على الذكاء، كان في معضله ما يعني اشكال ما في الاسره، وبدانا نتكلم، محمد اخويا الكبير واحمد اخويا الاصغر واختي وانا الاصغر خالص، بس انا صحفي، بقيت صحفي يعني. فبدانا نتناقش، فبداوا يتكلموا، وانا في الحاجات دي مؤدب جدا، يعني لا اقتحم ابدا اخواتي، يعني ممكن اقتحم صحابي لكن اخواتي لا ابدا، يعني التزم جدا. محمد بيتكلم انا اسكت، احمد بيتكلم انا اسكت، موني بتتكلم انا اسكت. وبعدين ففضلوا يتكلموا ويتكلموا فانا سكت، وبعدين في الاخر قلت جمله بعد ما خلص الكلام كله، قالت لي اه وانت كده طبعا من صغرك. ما فهمتش، قالت لي اه انت تسكت كده وتقول جمله، هي دي، هي هو ده اللي احنا عايزينه. صدقوا يعني مش عايز اقول لكم، الجمله دي خلتني احس انه انا مميز جدا. ما عملتش حاجه، يعني ما عملتش حاجه عشان احس ان انا مميز، بس حسيتني ان انت كل ما تقعد وتتامل اللي حواليك وتسمع وبعدين تتكلم، خاصه لما يكون الجو ساخن، عصبيه عصبيه، فانت تتكلم بالراحه، بص ده الدنيا وش، وممكن تكون قدرت من سماعك للاخرين تكون راي، ممكن يكون واخد من ده حته ومن ده حته ومن ده حته، ولضمتهم على بعض فعملت الراي الصح، ده قال راي بس ناقص وده قال راي بس ناقص، فانت تكون قعدت تاملت كده ولضمت الحكايه. شوف الكلمه دي ام قالتها لي من اكتر من يعني داخلين على 40 سنه، ما انساش ابدا. هو ده التعليم، هي دي المحبه، يعني انك انت تحب حد فتروح خبطه كلمه فتفضل مقصره فيه طول عمره. بالمناسبه انا كنت بشوف فيلم امبارح نفس الحكايه دي، الام الجده قالت للبنت انت هتبقي سيده اعمال فظيعه، والست عماله تفشل تفشل تفشل، مفيش نجاح ابدا، لكن كلمه الجده مش عايزه تروح، وبنتها تقول لها ميمي قالت انك انت هتبقي كذا، تقول لها ميمي غلطانه، تقول لها ميمي قالت كذا، وفعلا في النهاية بتبقى راجل سيدة أعمال كبيرة وحاجات زي كده. فالكلمة الصغيرة دي بتفرق، خاصة لما تيجي من حد حبيبي اللي هو تلقى لك حد، ما تسيبش سنينك للأوهام. نقعد نقول الناس بقت وحشة وأصل فلان عمل فيا، يا سيدي ما يعمل، ما بيعمل، ما أنا صحابي عملوا فيا لكنهم صحابي يا أخي. بينا حاجات تجعلك تتجاوز الامر ده وتعدي الحكايه ديت، لانه الونس الحقيقي هو في اعتقادي، عشان احنا بنقول ان احنا ونس بنونس بعض، هي المحبه. هو اجمل حاجه في اليوتيوب بيني وبينكم ايه؟ انه في محبه كويسه قوي، في كلام بيتكتب انا مش مصدق نفسي، واحد قال حاجه غريبه عجيبه جدا ما بتقولهاش غير الست امينه ولسه السيد، على فكره ما تقولهاش لابنها، أمينة وسي السيد، ربنا يجعل يومي قبل يومك يا سي السيد، مفيش حد تاني يقولها. يعني مفيش حد تاني غير الست أمينة. لقيت حد قال الكلام ده، يا سيدي ربنا يجعل أيامكم كلكم بعد يومي. لما بتقول أنت إنسان كويس، تحب يا ترى الناس كلها تخش الجنة ولا تخش النار؟ تحب الناس جارك وصاحبك اللي عمل فيك فصل بايخ، واخوك اللي ضايقك في الميراث،
واختك اللي ما عملتش الواجب معاك لما ولدك اتجوزه، وجارك اللي اتخانق معاك وشتمك، تحب الناس دول يبقى عندهم فلوس اكتر منك؟ تحب ان هم يبقوا في مكانة كويسة؟ هل بتحب اصحابك لدرجة انك انت زي ما سيدنا النبي قال له يا عمر من نفسك، يعني انا النبي يكون احب الى عمر من نفسه؟ قال له من نفسي، وبعدين قال له من نفسي يا رسول الله. هل انت عندك الاحساس ده تجاه الاخر؟ اذا كنت عارف ان انت تبقى عايز تعرف ان انت بتعمل اخطاء، كلنا بنعمل اخطاء يعني، لكن عايز تعرف ان انت ممكن تلقى لك حد ينطبق عليه الكلام اللي قاله ناصر رشوان وقالته الست انغام، جاوب على الاسئله دي. خش الاوضه، خش الاوضه واقفل الباب واقعدي قدام مرايه. تحبي اختك تبقى احسن منك؟ تحبي صاحبتك تبقى احسن منك؟ تحبي الراجل الكافر اللي ماشي في الشارع ما بيعرفش ربنا، ربنا يسامحه ويخش الجنه؟ هل لو بنت جيرانك طلعت الاولى في الثانويه العامه وابنك طلع رقم 100 هتفرحي لها؟ ولا هتقولي يا حظنا الهباب وكده؟ هي دي الاسئله المحوريه عشان البني ادم يعرف نفسه بيحب الحياه وبيديها حقها، ولا بيحب نفسه وبيظلمها. ليه بقى بيحب نفسه ويظلمها؟ لانه الكراهيه جوه الصدر ما بتعملش غير كراهيه، والحب جوه الصدر ما بيعملش غير حب. اقسم بالله، وانا يعني رجل بعيده، رجل في الناحيه الثانيه ورجل لسه هنا، هتقعد هنا كتير ان شاء الله. الله اكبر، رجل بعيده ورجل هنا. اقسم بالله ان انا لم اكره احد في حياتي على الاطلاق. كان في صحفيين مهمتهم الرئيسيه مش يشتموني، يحطموني. وفي ناس هنا وهنا وهنا من الصحافه مش من التلفزيون، من اول ما بدات الصحافه، والواد ده لازم يتكعبل من هنا ومن هنا ومن هنا، انا وغيري يعني، مش انا لوحدي. لكن عمري ما حسيت بكراهيه تجاه حد، لكن ممكن ما احبش حد، انا حر. يعني ما بحبش فلان، اوكي، بس يا ربنا يديله ويسعده ويبسطه ويبقى حاجه عظيمه جدا. لان انا عندي ايمان حقيقي يقيني. ايه هو؟ محدش بياخد حاجه من حد. يعني صاحبي بقى وزير، مش انا اللي هبقى الوزير. طب ما حاجه حلوه. جاري بقى سفير، مش انا اللي هبقى السفير. ده انا بشتغل بشكاتب، هبقى سفير ازاي يعني؟ ما انا مالي وماله. انما خير وبركه لما معارفك يبقوا ناس كويسين وحاجات زي كده. والله انا ما بكلمكم في نظريات ولا في نصايح، انا بكلمكم عن شخصيتي الحقيقيه. ان انا يمكن في ناس كتير جدا جدا ساعدوني في الحياه، لان لقطت منهم الحاجات الحلوه. ومن ضمن الحاجات الحلوه اللي لقطتها من الناس المقربين مني جدا، انك انت ما تشيلش كراهية لحد ابدا. يعني كلما انت استطعت ان انت تتمنى الخير، هتلقى لك حد، يبقى لك صحبه واهل وبيت وغيط وكله، وتسقي الشوك، يطلع الشوك يطلع لك ورد، وتطلع لك حياه جميله. انا حياتي جميله، يعني عايز اقول لكم ايه، انا استغفر الله من قلت انا، اعوذ بالله من قلت انا، ما كنتش مرشح لحاجه يا جماعه خالص. او بعمل برنامج مع مجموعه من الفنانين اصحابي، يقولوا احسن حوار فني، ده الناس اللي بتقول مش انا. وبعدين اروح البيت بيتك يقول لك احسن حاجه معموله للسياسه والناس وبتاع. وبعدين اروح اخبط الدنيا من 11 من يناير، من ثوره يناير العظيمه لغايه ما خلصنا من الاخوان، يقولوا مش عارف ايه، دي كانت فتره لابس شويه. وبعدين نعمل باب الخال يقول لك احسن حاجه عملها محمود سعد، مع انه ماله قبل كده على برنامج وقلب الصفحه وحلو كذاب نفس الكلام. وبعدين نعمل اليوتيوب، فنلاقي الناس بتقول ايه الحلاوه، ايه ده؟ والله ما انا، ده انتوا يعني ايه؟ انتوا صدركم مفتوح كده ليا ليه بقى؟ لان انا والله طول عمري عشت، وان شاء الله اموت
وانا صدري مفتوح لكل البشر. بزعل من الناس وبتضايق، بس ما بخسرهمش، او على الاقل ما بكرههمش. الكراهيه شيء بيبان على وشك، تلاقي واحد كده مكشر، خلت حزامي كان بتمشي في شارع استناف، ولا قطعت حزامي بنخاف منها واحنا ناس صغيره ما بتعملناش حاجه، بس هي ضرب ابوز كده ما انساش ابدا. تخرج من البيت كده تنزل حزامي ما يحبوهاش كل الشارع، كشره كشره، يعني اللي بقولك تقطع الخميره من البيت ولا اي حاجه زي كده، ست كشره. فما تخليش قلبك كده ابدا، خلي قلبك زي قلب يحيى الفخراني.